الكتب يا عزيزي رغم كل وسائل التدوين والتوثيق التانية هي أكتر وسيلة مربوطة بالثقافة والعلم والتعليم، وانتشارها يساوي انتشار الثقافة، وده اللي بيخلي مؤسسة ضخمة زي اليونسكو يعني حامية الثقافة في العالم تطور فكرة مثلا زي فكرة الورلد بوك كابيتال أو العاصمة العالمية للكتاب كأحد أشكال تشجيع انتشار الكتب. هو ده المصدر الأساسي. هناك فيديوهات الدحيح وهناك بودكاستات، ولكن الكتب إزاي الكلام ده بيحصل يا أبو حميد؟ اليونسكو بتقدم لها مجموعة من البرامج المرشحة، بتقدمها مدن كتير وتختار أكتر مشروع هي شايفة إنه هيأدي لأكبر نتائج في انتشار الكتب سواء بقى جوه المدينة المرشحة أو في العالم. على فكرة عزيزي إحنا كعرب جامدين أوي في الموضوع ده. سنة 2019 مثلا كانت عاصمة الكتاب في العالم الشارقة. الشارقة يا عزيزي بتمتلك ثالث أكبر معرض كتاب في العالم، وفيها مهرجان قراءة مخصص للأطفال ومكتبات كبيرة بتمثل مركز ثقافي مهم.